يا جماعة يا جماعة، الموضوع ما في انه الكل اليوم اعطى رأيه بالمستقبل، صار الكل واحد بيعرف شو بده يصير بالمستقبل. لحظة شوي، هلأ اللي نحن بدنا نعمله انه كتار عطيوا توقعات، حق الكنيسة كمان يكون عندها توقعاتها. ليش بدنا نسمع بس للمبصرين والرؤاة والمنجمين وبعرف شو؟ خلينا نسمع رأي الكنيسة من خلال أبونا روي، يعطينا كمان أبونا روي هو شو بيقشع بالمستقبل. كمان عندهم توقعاتهم هني وحقهم بالآخر، الأسئلة بالآخر كلكم لكم حق تسألوا. تفضل أبونا روي. شكرا. رح بلش دغري بالصور مثل ما شفتها، وما حدا يجدلني كتير لأنه هيك بينه بالنسبة لإلي. عم شوف طفل عم بنازع بقلب كل واحد منا، طفل عم بنازع وفيه هموم وخوف وقلة إيمان عم تخنقه. مشهد للروح عم بتضب غراضة وقدامه طريق لبعيد، وبذات الوقت مشهد للجسد بنفس المشهد عم يعترف انه لو شو ما عملتوله رح يترك هالأرض ومش باقي فيها. رح نشهد على طلاق كبير بين الجسد والروح، وعم شوف الجسد صار مليان كبرياء والروح مقطوع حسة. في قلوب فيها صدى وصدى وعقول عم بتصرخ، بس هالقلوب ما في مين يعبيها لأن العقل عم بعيط على كل حدا بقرب صوبة حتى ولو كان الله بذاته. عم شوف حزن كبير عم ينقل من جيل لجيل، ويلي عم ينقلوا هالحزن هن أهل ومش عارفين بعد خطورته على أولادهم بالمستقبل. كمان بقشع في غيمة كبيرة من السلام المزيف عم توقف فوق كل بيت وتشتع ليهم اشياء مؤقتة تسليهم وتغير لهم جو، بس بذات الغيمة في صوت رعد عم بسمعه وعم بقشعه بخوف وبيبعث بقلب الأنفس قلق وقلة راحة واضطراب، بس ممزوج بسلام مزيف ومؤقت. كنايس كتير مسكرة، عم بقشع كنايس مسكرة بس منا واضحة، منا من حجر، غريب الصورة. عم بقشع كنايس مسكرة ولكن حجارة من لحم، بس ما إلى باب ولا مدخل، وكأنه أصحابها هن يلي سكروها. بالمستقبل عم شوف كمان ناس عايشة بسلام وفرح كبير بالرغم من كل الصعوبات، وحاملة مسبحتها بإيدها وعيونها طلوع. كمان عم شوف صورة تانية لكتار من الأشخاص يلي قرروا إنه يعيشوا الحب ويتحدوا كل شر العالم، وصدمة كبيرة رح تبين لناس أغنياء ما عم يقدروا يحصلوا على فرح بسيط وقناعة شايفينها ببيوت الفقراء. مشهد لمجموعات كتيرة من الناس وأعداد هائلة عم تركض صوب طريق واسع واسع كتير، بس مش مبينة نهايته، وبعض الأشخاص ماشيين بطريق ضيقة وبآخرها في نور كبير وحلو كتير. كمان في صورة شفتها بشارككم فيها، في فرح كبير وسلام وحب بقلوب ناس كتار. هون الصورة منا كتير واضحة وينوة هيدا السلام والحب، رح أقولها مثل ما هي مثل ما شفتها، يعني كأنه عم شوف عالم تاني بقلب هيدا العالم. هالناس يلي عايشين فرح وسلام عايشين بقلبه، بس مش الكل بيقدروا يقشعوه، وكأنه هالصورة كأنه مملكة بقلب هالأرض الفانية، بس بابا باب سري ما حدا بيقدر يكتشفه ويقشعه. هالباب لونه أحمر من خمر ولون الخمر. عم شوف إنه بس تقرب على هالباب في حرارة كبيرة هناك، بس هيدي الحرارة ما بتحرق، بالعكس بتضوي وبتفتح الروح. الناس يلي عايشة بهيدا العالم يلي شفته بيساعدوا غيرهم تيفوتوا
على قلب هيدا العالم، وبصيروا يهزوا هالباب الأحمر، بصيروا يهزوه ويحركوه لحتى يصير مثل النبض، وبس يرجع يتحرك يصير فيه حركة ونبض ومع لونه الأحمر وحرارته، بيدخل منه ناس جداد على قلب هيدا العالم وبصيروا شركة بهالمكان يلي ما حدا قادر يقشعه. هيدي الصورة يمكن صعبة بس أنا شفتها بوضوح كتير كبير أنا وبالقداس. هيدا العالم موجود بس مش كلنا عم نقدر نقشعه، والمستقبل واضح لإلي بالرغم من كل الشر اللي عم يحكوا عنه، واضح إنه هيدا العالم موجود وفي ناس بقلبه وعايشة مبسوطة. آخر مشهد، عم شوف ناس عم تحضر هيدا الفيديو وما عم تعمل شير. بس شكرا 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 أبونا على هالتوقعات الحلوة. يعني احنا ما بنسمع توقعات حلوة بالمبدأ، فسمعنا شيء حلو طبعا بقوة الروح القدس وحضور الله بحياتنا، ما بنقشع إلا توقعات حلوة. شكرا للأبونا. هلا اللي منكم لحظة، اللي منكم ما قدر إنه يفهم التوقعات تبع الأبونا، في يرجع يحضر الفيديو مرة تانية. شكرا.